تستمر الإثارة مع انطلاق الشوط الإضافي الأول بعد ما عجز الفريقين عن حسم هذه المواجهة في وقتها الأصلي. ألابا، جيروم بواتينغ، مارسيلو، أرتورو فيدال، نيلسون سميدو، كرة في الجناح، سون هيونغ، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو. أوهو، على هذه الكرة تدخل مثالي في الوقت المناسب. شوف منع الكرة من الدخول، غيرت الكرة اتجاهها، خدعت كريستيانو رونالدو. أوهو، القائم يكمل التصدي. مثيرة في الملعب مشاهدينا، شوف يخترق ولدي المساحة. كانت فرصة للتسجيل لكن فيها راية. كرة كادت أن تشكل خطورة وتؤثر في مجرى المباراة في الوقت الحرج، لكن الحكم يرفع رايته ويوقف كل شيء. مارسيلو، تمريرة على الطرف لنيمار، عرضية تسترد بدون مشاكل. ماتيو بوليتانو، تغيير الوضع الآن، بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، والكرة باتجاه المرمى، تصويبة لكن تجد الحارس في الطريق، بينفذ الركنية. كرة لم تحمل أي جديد في النهاية. جوناثان بيابياني، هيونغ مين سون، شوف استعادة الكرة. باو لوبيز، الوقت المضاف هو دقيقتين لهذه المباراة. كرة في وضعية هجومية، تفاهم كبير بين اللاعبين في تبادل الكرات. شوف النقلات، تضيع الكرة من دي بروين. بوليتانو، ننتظر الآن انطلاق الشوط الثاني من الوقت الإضافي، ربع ساعة الأخيرة. تعب واضح على اللاعبين مع انطلاق الشوط الثاني من الوقت الإضافي. ضاعت الكرة، سون هيونغ، فرصة العرضية الخطيرة، كريستيانو رونالدو، مستحيل، هدف من كريستيانو رونالدو، من يستطيع إيقافه؟ من يستطيع أن يمنعه؟ من يوقف هذا الهداف؟ من يعرف طريق المرمى جيدا؟ نشاهد كرة الهدف وكيف تم بناء الهجمة بشكل ممتاز بين اللاعبين. شوف العرضية، شوف النهاية المثالية، شوف كرة القدم الهجومية، واضح أنهم تدربوا عليها بشكل جيد. هذه اللقطة، هذه الإعادة، هذه العرضية، هذه الكرة الرأسية المثالية، الكرة في المرمى تحرك الشباك. نستأنف المباراة مرة أخرى بعد ما قدمت لنا هذه المباراة وجبة كروية دسمة مليئة بالأهداف. ديفيد ألابا، تطبيق قوي جدا للضغط العالي على الدفاع. كريستيانو رونالدو، مارسيلو، كرة خطيرة على المرمى، يتقدم بالكرة، راح فيها، يتدخل والكرة تخرج إلى رمي التماس. تيمو فيرنر، كريستيانو رونالدو، جيروم بواتينغ. عندنا 7 دقائق حتى نهاية المباراة بشوطيها الإضافيين. ست دقائق على نهاية الوقت الإضافي.
كرة بتتحول إلى رمي التماس. تيمو فيرنر، محاولة للوصول إلى المرمى، لمسة جميلة، الله على اللمسة، الله على اللعبة. مباراة من الصعب أيضا التوقع في لحظاتها الأخيرة، لأن الفريقين متكافئين في أرضية الملعب. استعادت الكرة بعد ضغط ممتاز من الفريق. كريستيانو رونالدو، مارسيلو، تمريرات جميلة، فرصة خطيرة الآن، هاتريك من الدون. هو الكل في الكل، هو الهجوم، هو الدفاع، هو الهاتريك، هو النجم، هو من يسجل بكل الوضعيات. أي شخصية وأي سطوة وأي جبروت. على الرغم من أن المباراة كانت متقاربة بين الفريقين في الوقت الأصلي، لكنها حسمت في الأشواط الإضافية. هدف آخر يوسع به الفارق قبل لحظات من النهاية، لن نحتاج به إلى ركلات الجزاء. تمركز الجيد الآن، يقطع من خلال الكرة بعد وقت إضافي مثير. كريستيانو، كيف راح كريستيانو رونالدو؟ الله، أي روح وأي إصرار، أي عزيمة وأي عودة في الوقت الأخير. التعادل يأتي، الله على سون هيونغ، فرصة العرضية الخطيرة. كريستيانو، تمريرات جميلة، خطيرة الآن، هاتريك من الدور.